كيف ما قلنا وكيف ما دائما كنذكروها بان نجاح هاد الاحتفالات قاعد تكون كل هاد السنه كلها ديال الرباط على الثقافه الثقافيه الافريقيه الا بوجودكم باش نعرفوا على الصعيد بالطبع الوطني وحتى على الصعيد القاري ان الثقافه هي من الاشياء اللاماديه اللي كتخلي الشعوب كيتقاربوا بعضياتهم وكيزيدوا يعرفوا بعضياتهم. اهلا وسهلا. وبالطبع اليوم كيف ما ذكرتوها تبوريدا عندها واحد الاهميه خاصه، كان ديما عندها اهميه خاصه بالنسبه للمغرب وعندها اكثر اليوم بعد الاعتراف الدولي كتراث لامادي في اليونسكو. اليوم كان لابد الرباط بطريقتها تعرف الدول الاخرى الافريقيه بهذا التراث اللامادي اللي هو تبوريدا، اللي هي يعني من هي ثقافه شعبيه مغربيه، ولكن يمكننا نديروا المقارنه ديالها مع مجموعه ديال يعني العروض اخرى اللي كاينه في مجموعه ديال الدول حتى على الصعيد القاري. فمره اخرى كنقولوا كنعاود الثقافه هي واحد يعني واحد المجال اللي كيساعد حتى الدبلوماسيه الرسميه باش تزيد تقرب من الشعوب الافريقيه، ونحن هنا نتكلم على الرباط كعاصمه الثقافه الافريقيه وبالطبع على الصعيد الدولي.